واكيد نحن وياكم بعدنا عم نتابع بعالم الصباح، بعد في تقريبا بس ربع ساعه، انما الوقت بيكون دائما مخصص لشف حسين حتى نكفي تحضيراتنا لليوم. صباح الخير صباح غادة. النور. طيب شو عاجبك كثير اليوم؟ هيدي الفاهيتا سجق. يوم حاضرين فاهيتا سجق صارت جاهزه عنا، رح شيلها ودغري اسكبها بهيدا الصحن. فاهيتا سجق، ايه ليش لا؟ اوكي، فاهيتا سجق. اوكي. هيدا طبق الفاهيتا السجق صار جاهز عنا. طيب. تفضل. هات لنزينها، نعطيها عرق اخضر. لا إذا هون احترقت العملية أنا ما خصني، ما تقلي سلمتك و ما بيحترقوا. ما بيحترقوا لا. اوكي لو بالبيت انا عم بعملهم تركتهم هيك كانوا احترقوا. هاي الفاهيتا السجق صارت جاهزه. يلا اوكي هات لنحط حد رفقاتها وخلينا نشوف هون شو صار فيه. طيب هون اللي صار رح اجي حط شو بدي احط؟ رح احط عسل. ليش اصلا شو حطيت لهلا؟ صرنا حاطين زنجبيل، صرنا حاطين ثوم، حطينا لحمه، ضفنا العسل. أوكي. وايضا رح اضيف صلصه صويا. رح احط فلفل اسود. رح احط ايضا رشه ملح. طيب هيدي الوصفه كمان صارت جاهزه عنا. خليها تغلي شوي مع صلصه الصويا، منشيلها ومنسكبها. بهالوقت كمان رح جيب طوايه، حط طوايه ايضا على النار. طيب بهيدي الطوايه شو رح احط؟ بهيدي الطوايه رح احط حليب هيك دغري. اوكي ورح احط سكر. لمين هول؟ هول للكيك. عندنا لكان حليب وسكر. اوكي. نتركهم ليغلوا مع بعض. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ بهالوقت رح بلش ضبضب حوالينا، رح اجي اجيب هيدا الجار، اسكب الرزات. لكان رح نسكب الرزات بهيدا الجار ومنجيب اللحمه. اوكي. واو. هيدا الجاط رح نسكب. ما بدنا نزينه؟ بلا، رح نحط معه لحمة. لكن عجقت. عجقت. اوكي. شيلن جوصة. هونيك، هيدا هيك، اوكي. يا. هون رح جيب اللحمة. بعد ما خلصت صار جاهزة عنا اللحمة. بهالوقت بنحرك الحليب مع السكر. اوكي. طيب رح اجي على اللحمات. يلا وين بدنا نحط؟ حد الرز. رح اجي احطهم حد الرزات بهالشكل. جيد. اوكي بس طبعا بعد ما خلصنا بعد في ايضا، هلا تشوف شو رح نعمل بعد. لهم خضره؟ لهم خضره، لهم بصل اخضر. اوكي رح جيب ايضا من البصل الاخضر كمان، ضيف بصل اخضر لهالطبق. هيدا البصل الاخضر كمان بالاخر. اوكي على الوجه بهالشكل. كمان بعد ما خلصنا ياه في عنا بعد سمسم. ايه كتر سمسم. طيب سمسم. هلا صار فيني اقول لك خلصنا هيدا الطبق. اوكي. طيب طيب بس هون في شيء عم بيغلي على الاخر. بعد ما خلصنا هيدا الطبق خليني شو رح اعمل؟ خليني اجيب الانجاص. هون شو صار في عنا؟ عم تغلي. بدك اياها شو بده يصير هيدي التعقيد؟ بدي اياها تغلي. لشو؟ اوكي
عشان ليكي شو رح اعمل. رح اجي اخذ لنجاص، اترك لنجاص ببذرتها، ما بشيل البذره منها بهالشكل. بقلب الحليب؟ بقلب الحليب والسكر. اوكي؟ اوكي. خليها تغلي مع الحليب والسكر ومنقلبهم. لكن هون نحن عم نحضر صلصة لكيك لنجاص. اوكي، كيك لنجاص هيدي الصلصة. انا بهالوقت هيك برجع بدي اعيد بس لكل المشاهدين، خبرنا شو صار من الاساس، شو حضرنا لليوم. بس بالاول شو صار من الاساس؟ يلا تفضل. اوكي، بالنسبة للكيك حطينا خلاط كهربائي، حطينا بقلبه زيت نباتي برضه، بالإضافة حطينا سكر أسمر. أوكي. لكن عندنا زيت نباتي وعندنا سكر أسمر، حطينا بيض وحطينا فانيل. أوكي. خفقناهم مع بعض، رجعنا استعنا بالطحين، حطينا طحين مع بيكنج باودر بالإضافة للقرفة ورشة ملح، خلطتهم مع بعض، رجعت حطيتهم فوق الخليط الموجود عندي بالخفاقة الكهربائية اللي هو الزيت النباتي مع البيض مع الفانيل والسكر الأسمر. خلطناهم كلهم، حصلنا على خليط رخو، خليط متماسك وبنفس الوقت يكون خليط رخو. بعد ما حصلنا غادة على هذا الخليط حطيتهم بقالب، دهنت القالب أنا بزيت نباتي مع رشة طحين أو بزبدة مع رشة طحين، وحطينا لنجاص على الوجه. هون في عنا نجاص هيدوت، صح، حطينا لنجاص على الوجه، فوتناهم على الفرن مدة 50 دقيقة على حرارة 180. أما بنيجي بالنسبة للوصفة الثانية، نعم، لحد الكيك. الوصفة الثانية لحد الكيك هي الباف بيستري، برجع بذكر كل المشاهدين نحن اليوم استعملنا باف بيستري اللي هي من منتجات تونس فود العجينة. هيدي العجينة حشيناها، شو حشيناها؟ حطيت خليط على النار، بصل بزيت الزيتون قليناهم، ضفنا لهم فطر طازة، حطينا خل بلسميك، حطينا ملح، حطينا اعشاب ايطاليه او اعشاب فرنسيه حسب ما بيكون متواجد عندكم. أوكي. طبعا اعشاب مجففه وجبنه البارميزان ايضا بالاضافه للملح والفلفل الاسود. صار عندي هيدا الخليط، العجينه رقيناها وقطعناها بشكل مطاول. خلينا حسين هون نشوف نحن العجينه كيف رح نلفها. يلا طيب اعطينا لف. هيدي العجينه بعد ما حطيناها، بعد ما قطعناها بشكل مطاول، حطينا الحشوة بقلبها ومنلفها بهالشكل. لكن لفيناها بهالشكل وحطها بصينية بدهنهم بالبيض. خلص بنحطهم بصينية وبندهنهم بالبيض ونفوتهم على الفرن ايضا مشاهدينا على حرارة 180. اوكي، لكن هيدي كمان جاهزة عنا هيدا الطبق هون. اما بالنسبة للفهيتة السجق، بالنسبة للفهيتة السجق هالطبق الكتير طيب طبعا، فهيتة السجق نحن من الصبح ناطرين هالطبق يصير جاهز عنا. أول شيء حطينا اللي على النار. أوكي. حطينا فيها زيت زيتون، حطينا السجق قليناه، هون رجعنا ضفنا البصل، ضفنا الفليفله الملونه، ضفنا بابريكا، ضفنا توم بودره بالاضافه للكمون، لعصير الحامض، للكاتشب والنشا، كلهم حطيناهم قليناهم لحتى اخذوا لون. صار عندي هيدا الطبق طبعا فهيتا السجق. بذكر كل المشاهدين فيكم تتناولوه هيدا الطبق مع الساور كريم، وايضا فيكم تتناولوه كمان مع صلصة الجواكامولي اللي هي الافوكا بالاضافة لعصير الحامض ليضل الافوكا محافظ على لونه. طبعا ملح وفلفل اسود، بندورة، كزبرة، واكيد انا بدي اياها هيك كزبرة. انا فكرتها مع الحليب ما بتعمل كراميل. ما رح تعمل كراميل، ما فيها سكر. بالاضافة للكزبرة وملح وفلفل اسود. حط. طيب نجي للصلصة. انا قصيت لك كده. هيدا لنجاص مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل. لكن مشاهدينا عم نحط لنجاص مع هالصلصة الشهية بهالشكل. اوكي، هون طبعا نحط الصلصة بهالشكل، صلصة لنجاص، حليب وسكر ونجاص، كلهم غلو مع بعض وصار عندي هيدي الصلصه. لكن هيدا قالب الكيك
هون حكينا خلص صار جاهز عنا. نجي لاخر طبق واخر وصفه قدمناه مع رز مسلوق، بس ولكن خبرت المشاهدين انه نحن فينا نقدم مع هالطبق كمان حصه نشويات نقدر ناخذها من المعكرونه من الباستا، ما عندنا اي مشكله. انا سلقت الرزات طبعا، حطيت قلي على النار مثل العاده، قليتهم بزيت زيتون. بذكر كل المشاهدين انه فينا نقليهم بزيت السمسم، لان احنا هذا الطبق دخل له سمسم، بقدر قلي انا بزيت السمسم بس شوي لانه السمسم قوي. صح. انا هون بذكر بس بدي اقول لك شغله، بس ملاحظه، زيت السمسم ما فيني اعرضه كثير لحراره، ففيني احط زيت السمسم اخر شيء بس لحتى يعطيني نكهه طيبه. مع وصفتنا قلينا الزنجبيل، قلينا الثوم، قلينا اللحمه، طبعا هيدي لحمه فيليه اللي هي اطرى شيء بلحوم القصابه، ورجعنا ضفنا لها عسل، حطينا ملح وفلفل اسود، قليناه هون وسكبناهم فوق الرزات، حطينا مثل ما عم بتشوفي بصل اخضر وسمسم. لكن وصفه 2-3 واخر مره برجع بعيد، اخر مره وصفه الكيك، لان بعرف انا ستات البيوت كثير بحبوا نكون بس نكون عم نحضر وصفات، لانه بتعرف شو الكيك اذا منه مضبوط المقادير يعني ما بقعد يرفخ. صح. او مثل ما شفتي كيف رافخ عنا، كيف نحن سبينه بصينيه. نعم. طبعا اول شيء في له خطوات نحن لازم نقوم فيها ونبلش فيها. بالخلاط الكهربائي حطينا زيت نباتي مع البيض، اذا عندنا زبده بنحط زبده مع البيض والسكر، لكن استبدلنا الزبده بزيت نباتي، حطينا زيت نباتي، حطينا مشاهدينا سكر اسمر، حطينا بيض، حطينا فانيل، خفقناهم كثير منيح ورجعنا استعنا بالمكونات الجافه الموجوده على جنب، مكونات جافه يعني عم نحكي عن الطحين، عم نحكي عن القرفه، عم نحكي عن الملح، عن البيكنج باودر، خلطناهم ورجعنا ضفناهم فوق خليط السائل بالخلاط الكهربائي. هول اربع وصفات انا قدمتهم لحلقتنا لليوم. بدي اشكرك غاده، بدي اشكر كل المشاهدين اللي كانوا عم يتابعونا، وبدي اقول لهم الف صحتين، ومثل العاده ناطركم بكره الساعه 10 بوصفات كمان متنوعه ومختلفه. الله يرضى، يعطيك الف عافيه شيف، بقيه النهار كثير حلو، بدي اتمنى لكم جميعا مشاهدينا، وطبعا ما تنسوا تلاقونا بكره الساعه 10. وانا بين ايدي ما بقاش في حاجه مستحيله، ده الحب كله عيش وانا معاك. من هيا ليالي ليله، لما تحب بجد بعد سنين طويله. وانا بين ايدي ما بقاش في حاجه مستحيله، ده الحب كله عيش وانا بحبك يا